عند رف أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط السادس شوط الخيل العربية الأصيلة تكافؤ من 90 وأقل على مسافة 1900 متر. 9 من الجهات في هذا الشوط تتنافس على جائزة بقدرها 60,000 ريال. إذن الصدارة والمركز الأول حاليا مع شاويش وكارلوس هنريك للسيد حمد أو السيد أحمد حسن الجهني على المركز الأول. المركز الثاني التقدم مع رجب لخالد ناصر النعيمي وإيبان روسي. ثالث المراكز أحد الجهات المرشحة في هذا الشوط، الجواد معروف للسادة أم قرن من ناحية السياج على يمينه، لدينا الجواد بشير للسادة شاق بريسنج مع فالح بغنيم، خلفه أيضا على ناحية السياج لدينا الجواد شاويش أو الجواد فينطاوي لأحمد حسن الجهني. يساره على المركز السادس أشاهد التقدم لطيش للسيد راشد علي الصعاق، خلفه من الجهة الخارجية لدينا الجواد اللي هو المهيب، والجهة الخارجية تماما للطام، ومن الجهة الداخلية على المركز الأخير المركز التاسع الجواد النخش. عودة للصدارة وعودة إلى المركز الأول، لا يزال الجواد شاويش على الصدارة في هذا الشوط مع كارلوس هنريك بكل أرياح أو للأمانة باجتهاد نوعا ما من خيال كارلوس هنريك للمحافظة على الصدارة، ولكن عملية خطف الصدارة والمحاولة تأتينا من قبل خالد ناصر النعيمي والجواد رجب اللي في حاليا في وضع جميل أمانة ويخطف الصدارة. هنا المركز الثالث مع بشير للسادة شاق بريسنج مع الخيال فالح بغنيم، التقدم يأتينا من قبل الجواد المهيب في وضع جميل للأمانة في المركز الخامس والذي لا يزال في وضع اليد. التحركات أيضا تأتينا من الخلف من قبل الجواد النخش وتراجع لأحد الجهات المرشحة اللي هو معروف. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول تنتقل إلى الجواد بشير على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولات تأتينا من قبل الجواد فينطاوي والمهيب، ولكن الصدارة حاليا مع المركز الأول للجواد اللي هو بشير مع فالح بغنيم، والمحاولة تأتينا من قبل الجواد اللي هو فينطاوي لأحمد حسن الجهني بمحاولة، والمحاولة أيضا لشاويش، ولكن بشير على المركز الأول مع فالح بغنيم. المحاولة تأتينا مع فينطاوي رونالد توماس وفالح بغنيم، هنا فايت فالح بغنيم على المركز الأول، فالح بغنيم وبشير إلى الصدارة وإلى المركز الأول بشير ليس